يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التبرك بالعرق أو غيره من العالم الحي؟ لا يتبرك بالعرق إلا عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. العرق والريق والشعر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفضل الوضوء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا. ما تبرك الصحابة بعرق أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو ما تبركوا، مع أنهم أفضل الأمة، ما تبركوا بعرقهم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.